دلوقتي الاسبوع السابع كان في المباراه الاشهر الاهلي والاسماعيلي وبالتالي تاجلت. اذا الاسبوع السابع ما تلعبش بعد التوقف، هل اول مباراه للاهلي بعد التوقف هتبقى مين في الاسبوع الثامن بقى؟ عند المقاصة بره وبعدين دجله في ملعبه. دجله على ملعبه، هل هيطبق بقى فيها قرار بدون جمهور اللي هي مباراه الاهلي ووادي دجله؟ احنا طبعا عشان الموضوع ده مش في اللائحه عندنا، احنا عندنا اول مباراه تاليه، فرفعنا الموضوع لمجلس الاداره كتوصيه. هم يقدروا ياخدوا قرار انها تطبق على مباراه الاهلي والاسماعيلي. انت رفعت توصيه من لجنه المسابقات ان تبقى الظروف زي ما هي. لان ده قرار بس خلي بالك، ناس ثانيه هتقول لك لا، ما انت لو عايز تلعب المباراه بظروفها كلها يبقى فلان اللي كان موقوف من الاسماعيلي ما يلعبش، وفلان اللي كان موقوف من الاهلي ما يلعبش، وكذا وكذا وكذا، ولكن تبقى كل مباراه رهن ظروفها اللي اتلعبت فيه، يعني الجديده مش القديمه. رايك؟ انا بتكلم عن النواحي الاداريه اللي اتعملت قبل كده زمان، كانت مباراه المصري والاهلي. صح. وحضرتك فاكر ان منهم لعيبه، كان منهم وائل جمعه تقريبا لعب وهو موقوف، وبعد كده لما مباراه المصري رجع الثاني وقفوه. طبعا ده كان كلام مش قانوني خالص خالص، ده كلام مش قانوني اطلاقا. طبعا. انما هي الايقافات والانذارات ما ينفعش تترحل خالص، وبالتالي الجزاءات ايضا ما ينفعش تترحل، حد هيقول لك كده. اتفضل. اللائحه العامه اللي موجوده، بتاعت المسابقات، ان هي في مرحله الجماهير ديت ممكن تترحل للمصلحه العامه او لتعليمات الامن. تعليمات الامن دي براها خالص. ما المقصود بالمصلحه العامه هنا بقى؟ المصلحه العامه موقف زي دوت، مجلس الاداره هو اللي بيقرر الموضوع. لو فوضوك باتخاذ القرار هتتخذ انت القرار. انا لو فوضوني هطبق اللائحه زي ما هي. اللي هي؟ اللي هي اول مباراه تاليه. بس اول مباراه تاليه اللي هي مباراه دجله يعني. لو هم فوضوني. عشان ما يدخلش نفسه في مشاكل كتيره طبعا. هو انا ما عنديش مشكله يعني خالص. هو بص يا كابتن، هو يعني هو دي وجهه نظر. شوف شوف يعني، هو خلي بقى، انت سمعت قال لك ايه يا كابتن ابراهيم؟ طبعا. قال لك لو احنا فوضنا كلجنه مسابقات، قال على الهواء مباشره، اذا سيطبق اللائحه على اول مباراه ليا، بما يعني ان الاهلي ووادي دجله هتبقى هي اللي بدون جمهور. احنا